صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 34 لسنه 2021 بتعيين مدراء في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني جاء فيه: يعين في وزاره الماليه والاقتصاد الوطني كل من السيده حلا حسن احمد عبد الله مديرا لاداره المؤشرات الاقتصاديه. السيده ايمان جواد كاظم العصفور مديرا لاداره تعزيز التنافسيه. السيد محمد اسماعيل الحسني مديرا لاداره الرقابه والاتصال السيد محمد عبد الله الكعبي مديرا لاداره شؤون الاملاك الحكوميه السيد اياد عبد اللطيف عبد الله يوسف مديرا لاداره تنسيق شؤون الخدمات الماليه المشتركه